اليوم نتكلم عن لقاء الله، عن الموت، عن العرض بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. الملوك: كل نفس ذائقة الموت. والأمراء: كل نفس ذائقة الموت. الملائكة: كل نفس ذائقة الموت. الأقوياء: كل نفس ذائقة الموت. العلماء: كل نفس ذائقة الموت. يا أصحاب المناصب والولايات والمسؤوليات، يا أصحاب الكراسي، يا أصحاب العروش، كل نفس ذائقة الموت. الموت حقيقة، وسوف نتجرع الموت وكرب الموت وصعوبة الموت. الموت ما هو للعصاة، الموت للكل. إذا تكلمنا عن الموت لا نظن أن الموت لشارب خمر، لا نريد أن نخوف بالموت زاني زنا أو عاصي عصى، نريد كلنا نتذكر الموت. الملك يموت، والأمير يموت، والإمام يموت، والخطيب يموت، والعالم يموت، والمفتي يموت، والأنبياء ماتوا، والصحابة ماتوا، والعلماء يموتون، والدعاء يموتون، الكل يموت. أنا أموت وأنت تموت. كل نفس ذائقة الموت. وبعدين انتهينا؟ لا يا أخوان الكرام، بعد الموت المواقف التي ننتظرها. سامحوني، كلنا غافلين إلا من رحم الله. نسيناها والله، نسيناها والله. نتابع التلفزيون ناسين الموت، ننظر إلى امرأة نسينا الموت، نتجول في الأسواق نسينا الموت. لو واحد يتذكر الموت يشغل أغنية، لو واحد يتذكر الموت يحط في عرس بنته دي جي، لو واحد يتذكر الموت يغفل عن ربه وينام عن الصلاة. الموت: ثم تردون إلى عالم. ما قال تردون إلى جبار. الله ما يبغى فقط يخوفنا بالموت، لا، يبغى ينبهنا. ثم تردون. اسمعوا يا ملوك ويا أمراء ويا وزراء ويا علماء ويا أهل الإفتاء ويا أهل الدعوة ويا مصلي ويا تارك الصلاة ويا ولي ويا فاجر ويا مسلم ويا كافر: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو شاب نظر إلى امرأة في وسط سوق يتلذذ بالنظر الحرام، لو تذكر أنه أمام الله الآن، والله يذكر بهذه النظرة. تلك الفتاة التي نزلت إلى السوق ولم تلبس الحجاب الكامل، لو تذكرت أنها الآن أمام الله، والله يسألها. ذلك الداعية الذي فتر عن الدعوة، لو تذكر أنه الآن أمام الله وأن الله عن الدعوة يسائله. يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة: هل أجبتم الرسول؟ يومها ماذا نقول عندما نقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا؟ الموت كأس وكل الناس شاربه، الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ جنة أم نار؟ فوز أو خسارة؟ عزة أو مذلة؟ تقدم أو تأخر؟ علو أو دنو؟ نسأل الله أن يلطف بأحوالنا.